الادعاء. انا نور من فارل ومعي نائبة المدعي العام السيد جويس تابت والمحاميين نايجل بوفواس ومارك دساليه وسيدة تانيا زيكال. القادرة فريق الدفاع سيد عياش. سيد هانس صباح الخير لكم جميعا. أنا توم هانس موجود في قاعة المحكمة ومعي السيد أنان شاه إلى يساري. ومعنا أيضا المحامي الرئيس السيد إيميل عون والمحامي المعاون السيد شاد مير على الشاشة ونحن نمثل مصالح السيد سليم عياش. صباح الخير سيد الرئيس، صباح الخير الهيئة الموقرة، صباح الخير للسادة القضاة والسادة الزملاء المحامين الذين يحضرون معنا عبر الدائرة المغلقة. صباح الخير جميع من في القاعة. أنا ياسر حسن تمثيلا عن مصالح السيد حسين حسن الميسي، ويتكون الفريق اليوم مني ومن السيدة ناتالي فون فستهانز هاوزن والسيدة مود سارليف. شكرا سيد الرئيس. صباح الخير سيد الرئيس، سيدة السادة القضاة المحترمين، صباح الخير إلى الجميع الحضور بهذه القاعة. أنا الأستاذ محمد عويني أمثل مصالح السيد حسن حبيب مرعي، ويحضر معي في هذه الجلسة الأستاذ جاد خليل والأستاذ محمد هادي عويني والأستاذ أليكس لاريوير. شكرا سيد الرئيس. Your Honours, may it please you. I'm Dave. السيد يونغ حضرة القضاة، أنا ديفيد يونغ وأمثل مصالح السيد صبرا مع المحامي جيف روبرتس. شكرا لكم. السيد هينز صباح الخير حضرة القاضي، أنا بيتر هينز وأمثل الممثلين القانونيين للمتضررين مع السيد محمد مطر والسيدة ندى عبد الساتر أبو سمرة، ويساعدنا اليوم السيدة لاريسا ألباكركي، ومعنا أربعة متضررين مشاركين في الإجراءات اليوم. القاضي ري سوف نعود إلى ذلك بعد قليل السيد هينز. كما أود الإشارة إلى وجود رئيسة مكتب الدفاع ونائبة رئيس المكتب موجودة معنا عن بعد. سيد هينز ذكرت وجود عدد من المتضررين في قاعة المحكمة. سيد هينز نعم، قد تتعرفون على دولة الرئيس سعد الحريري والسيدة ياسمة فليحان، ومعنا شخصين هم من أصغر المتضررين المشاركين، السيدة رينا نور فليحان وهي البنت الكبرى للسيدة ياسمة فليحان وسيد فليحان، وكانت مشاركة مع تدابير حماية ولكنها مؤخرا طلبت رفع تدابير الحماية، وهي حاليا تقوم بمتابعة دراساتها في سويسرا وطلبت المشاركة وحضور هذه الجلسة. السيد عمر طراف وهو ابن زياد طراف الذي توفي في السيارة الخامسة من الموكب، وكان في سن الرابعة عندما توفي والده وكان في 19 من عمره وهو معنا اليوم. القادرة ترحب غرفة الدرجة الأولى بجميع المتضررين المشاركين في الإجراءات. شكرا لكم جميعا على حضوركم، ونحن نعرب على عميق تعاطفنا على الخسارة التي حلت بكم. ننتقل الآن إلى النطق بالحكم. قبيل الساعة الواحدة من يوم الاثنين 14 من شباط فبراير 2005 كان رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد رفيق الحريري ينتقل في موكبه في بيروت بين مبنى مجلس النواب اللبناني ومنزله المعروف باسم قصر كوريت. وعند اقتراب الموكب من فندق السانجار على مقربة من الساحل دون انفجار ضخم وقتل السيد الحريري في الانفجار. وقتل أيضا 21 شخصا آخر من ضمنهم 8 من أفراد موكب السيد الحريري ومارة أبريا، وتوفي 3 من الجرحى بعد الانفجار، 2 منهم في اليوم التالي، وتوفي ثالثهم وهو النائب اللبناني السيد باسل فليحان بعد دخوله في غيبوبة لمدة شهرين، وأصيب على الأقل 226 شخصا آخر بجروح، وكانت إصابات عدد منهم خطيرة للغاية، وأصيب
مرة في الشارع وأشخاص يعملون في مباني مجاورة إصابات بالغة ولحقت أضرار جسيمة بعدة مباني. ونفذ الانفجار انتحاري، كان يقود فان ميتسوبيشي كانتر وهو شاحنة خفيفة ذات غطاء مشمع محملة بما يزيد على طنين من مادة RDX الشديدة الانفجار. وقد فجر الفان عند مرور موكب السيد الحريري مشدد الحراسة والمؤلف من 6 سيارات بالقرب من فندق السانجور. وكانت كمية المواد المتفجرة تقع بين 2500 و3000 كيلوغرام من مكافئ مادة TNT. وخلف الانفجار حفرة في الطريق زاد عرضها على 10 أمتار وبلغ عمقها 2 تقريبا. وخضع السيد الحريري وموكبه للمراقبة لعدد من الأشهر قبل اغتياله. وكان منفذو عمليات المراقبة يستخدمون 3 مجموعات من الشبكات مؤلفة من هواتف خلوية للاتصال فيما بينهم في الميدان. وبغية تمييز الشبكات 3 بعضها عن بعض أشار إليها الادعاء بتسمية الشبكات الصفراء والزرقاء والحمراء. واستخدم الشبكة الحمراء أعضاء فريق الاغتيال، وكان مستخدمو الهواتف الخلوية التابعة للشبكتين الزرقاء والحمراء على اتصال فيما بينهم فقط. ويزعم أن مستخدمي شبكة أخرى مؤلفة من 3 هواتف خلوية أشير إليها بتسمية الشبكة الخضراء تولوا تنسيق جميع جوانب عملية استهداف السيد الحريري التي أفضت في النهاية إلى مقتله وقاموا برصدها. ويزعم أن المتهمين السيد سليم جميل عياش والسيد حسن حبيب مرعي والمتهم السابق السيد مصطفى أمين بدر الدين استخدموا هذه الشبكة المؤلفة من 3 هواتف خلوية. ويزعم أيضا أن السيد عياش استخدم أحد الهواتف الخلوية التابعة للشبكة الحمراء. وفي الأشهر التي سبقت الاعتداء تعقب مستخدمو الهواتف الخلوية الشبكية تحركات السيد الحريري في مناطق مختلفة بلبنان بما في ذلك تنقلاته إلى مطار بيروت وإلى الفيلا التي يملكها في فقرة في شمال بيروت والفيلا التي يملكها في الناعمة في جنوب بيروت ولدى زيارته مساجد وكنائس ولقائه الأمين العام لحزب الله في جنوب بيروت ولدى توجهه إلى مبنى مجلس النواب وعندما كانت له مواعيد غداء وعشاء. وشارك أيضا مستخدمو الهواتف الخلوية الشبكية في عمليات مراقبة ثابتة بالقرب من قصر قريتم وعلى بعض الطرق التي كان السيد الحريري يسلكها. وهدفت عمليات المراقبة هذه إلى جمع معلومات عن تحركات السيد الحريري وعن جهاز أمنه ومدى حمايته وإلى تحديد وسيلة مناسبة لاغتياله في نهاية المطاف بما في ذلك اختيار موقع ملائم لتنفيذ الاعتداء المسمع. وكان موكب السيد الحريري مجهزا بأجهزة تشويش إلكترونية من شأنها أن تحول دون تفجير أي مواد متفجرة عن بعد. ولذلك اختيرت لتنفيذ الاعتداء مركبة مفخخة هي شاحنة خفيفة يقودها انتحاري ومحملة بمواد متفجرة يمكنه تفجيرها بنفسه بلا أي عرق. وبعيد وقوع الانفجار بعد ظهر يوم الاثنين 14 شباط فبراير 2005 تلقى مكتب قناة الجزيرة الإخبارية في بيروت اتصالات أعلنت فيها المسؤولية عن الاعتداء وذكر فيها أن شريط فيديو وضع في شجرة مجاورة وتسلم بحذر أحد موظفي مكتب قناة الجزيرة الطرد الذي وضع في الشجرة وتضمن شريط فيديو ورسالة. وأجريت 3 اتصالات بمكتب قناة الجزيرة وفي آخر اتصال منها حث المتصل بنبرة تهديد على بث الشريط فورا. وكان المتصلان أيضا على اتصال بمكتب وكالة رويترز أولا. وزعم أن 2 من المتهمين هما السيدان حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرة أجريا تلك الاتصالات وراقبا عملية تسلم شريط الفيديو الموضوع في الشجرة. وفي شريط الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم دعا شاب فلسطيني هو السيد أحمد أبو عدس بأنه يمثل مجموعة أصولية تدعى جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام وأنه نفذ عملية استشهادية مدوية ضد السيد الحريري بوصفه عميلا أقتبس للنظام السعودي الكافر. وزعم في الرسالة المرفقة بالشريط أن وأقتبس المجاهد أحمد أبو عدس نهاية الاقتباس نفذ العملية الانتحارية ووصف الادعاء ذلك بأنه إعلان المسؤولية زورا عن الاعتداء على السيد الحريري. ووصفه هذا صحيح فالجماعة المذكورة هي وهمية والسيد أبو عدس لم يقتل نفسه في الانفجار لأنه لم يكن الانتحاري.
والسيد أبو عدس شاب متدين كان يبلغ 22 سنة من العمر آنذاك، وقد اختفى من منزله في بيروت صباح يوم الأحد 16 من كانون 2 يناير 2005، ولم تره عائلته يوما منذ ذلك الحين، ويحتمل أنه لم يعد على قيد الحياة. وزعم أن السيدين عنيسي وصبرا دبرا عملية إخفائه من خلال تجنيده في أحد مساجد بيروت في الأسابيع السابقة في كانون 2 يناير 2005. وكان الاعتداء الناجح على السيد الحريري قد خطط له ونفذ بدقة. وكان مستخدمو الهواتف الخلوية الأساسية الستة التابعة للشبكة الحمراء مسؤولين عن اغتيال السيد الحريري في 14 من شباط فبراير 2005. وراقب مستخدمو الهواتف الخلوية التابعة للشبكات الصفراء والزرقاء والحمراء السيد الحريري وتحركات موكبه خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت الاعتداء. واستعمل أيضا عدد من مستخدمي الشبكات الحمراء هواتف خلوية تابعة للشبكتين الزرقاء أو الصفراء. وفي يوم الاعتداء راقب مستخدمو الهواتف الخلوية الحمراء تحركات السيد الحريري بالقرب من مبنى مجلس النواب، وكانوا موجودين هناك وفي محيط مسرح الجريمة قبيل وقوع الانفجار، ونسقوا أيضا تحرك فان الكانتر باتجاه الموكب. وأجرى مستخدمو الشبكة الحمراء اتصالاتهم الأخيرة خلال الدقائق التي سبقت الاعتداء، ولم تستخدم تلك الهواتف الخلوية المشهولة للمستخدمين بعد ذلك. وكان الغرض من شريط إعلان المسؤولية زورا صرف الانتباه بعيدا عن الفاعلين الحقيقيين. وكان الاعتداء عملا إرهابيا يرمي إلى بث الخوف في نفوس اللبنانيين، وقد نفذ لأهداف سياسية لا لأهداف شخصية. من كان المتهمون؟ المتهمون الأربعة هم السيد سليم جميل عياش الموجود في 10 من تشرين الثاني نوفمبر 1963 في حاروف بلبنان، والسيد حسن حبيب مرعي المولود في 12 من كانون 1 ديسمبر 1965 في بيروت، والسيد حسين حسن عنيسي المولود في بيروت في 11 من شباط فبراير 1974، والسيد أسد حسن صبرا المولود أيضا في بيروت بتاريخ 15 من تشرين الأول أكتوبر 1976. وهناك متهم خامس سابق هو السيد مصطفى أمين بدر الدين الذي عرف أيضا باسم سامي عيسى، ويزعم أنه كان شريكا في المؤامرة، وهو من مواليد بيروت في 6 من نيسان أبريل 1961. وزعم الادعاء أن المتهمين الخمسة هم من مناصري حزب الله، وهو منظمة سياسية وعسكرية في لبنان. وترد في قرار الاتهام الموحد المعدل 9 تهم بارتكاب جرائم ينص عليها قانون العقوبات اللبناني. وهذه الجرائم هي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل السيد الحريري و21 شخصا آخر قصدا، ومحاولة قتل جرح الانفجار البالغ عددهم 226 شخصا قصدا والتدخل في هذه الجرائم. وزعم الادعاء أن كل من المتهمين الأربعة والسيد بدر الدين شاركوا في المؤامرة وأدوا الأدوار التالية في الاعتداء. أولا رصد السيد مصطفى أمين بدر الدين ونسق مع السيد سليم جميل عياش عمليات مراقبة السيد الحريري تمهيدا للاعتداء بما في ذلك شراء فان الكانتر، ورصد أيضا التنفيذ الفعلي للاعتداء، كما رصد مع السيد حسن حبيب مرعي عملية تنسيق أعداد إعلان المسؤولية زورا. ثانيا سليم جميل عياش with مصطفى أمين بدر الدين نسق السيد سليم جميل عياش مع السيد مصطفى أمين بدر الدين in preparation of the attack including the عمليات مراقبة السيد الحريري تمهيدا للاعتداء بما في ذلك شراء فان الكانتر، وكان على اتصال بالسيد حسن حبيب مرعي فيما يتعلق بأعمال التحضير للاعتداء بما في ذلك أعلان المسؤولية زورا، ونسق التنفيذ الفعلي للاعتداء وشارك في تنفيذ عمليات المراقبة والاغتيال. ثالثا حسين حسن أنيسي and أسد حسن صبرا under Mr. Mehrai's coordination شارك السيدان حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا بتنسيق تولاها السيد مرعي في تحديد شخص مناسب يعلن المسؤولية زورا عن الاعتداء في شريط مصور، وهذا الشخص هو تحديدا السيد أبو عدس. ونشر الاثنان مباشرة بعد الاعتداء أعلان المسؤولية زورا.
ensured the delivery وحرصا على تسليم شريط الفيديو والرسالة المرفقة به إلى مكتب قناة الجزيرة كما حرصا على بث الشريط وتم ذلك أيضا بتنسيق تولاها السيد مرعي وإضافة إلى ذلك شارك السيد عنيسي بتنسيق تولاها السيد مرعي أيضا في إخفاء السيد أبو عدس لغرض إعداد إعلان المسؤولية زورا رابعا and finally Mr. Hassan Hamid with Mustafa Amin Badruddin is alleged to have coordinated the false claim for يزعم أن السيد حسن حبيب مرعي نسق مع السيد مصطفى بدر الدين عملية إعلان المسؤولية زورا he coordinated Mr. Anesi وكان على اتصال في عدد من المرات بالسيد أسد صبرا لهذا الغرض affecting the disappearance of a suitable person وتولى تنسيق أنشطة السيدين أبو عدس هو عنيسي وصبرا فيما يتعلق بتحديد الشخص المناسب هو السيد أبو عدس ليظهر في شريط فيديو وبإخفائه ونسق مباشرة بعد الاعتداء أنشطتهما الرامية إلى نشر إعلان المسؤولية زورا عن الاعتداء وتسليم شريط فيديو ورسالة المرفقة به إلى مكتب قناة الجزيرة وبث هذا الشريط ووفقا للإدعاء استخدم السيدان عنيسي وصبرا هاتفيهما الخلويين الشخصيين للاتصال فيما بينهما وبالسيد مرعي بشأن إعلان المسؤولية زورا وسميت هذه الهواتف الخلوية ثلاثة هواتف أقتبس المجموعة الأرجوانية وزعم أن السادة بدر الدين وعياش ومرعي كانوا على اتصال فيما بينهم ضمن شبكة خضراء مغلقة مؤلفة من ثلاثة هواتف خلوية وهي شبكة لم يستخدم فيها السيدان عياش ومرعي هاتفي هما الخلويين الأخضرين سوى للتواصل مع السيد بدر الدين وحاول الادعاء أن يثبت أنهم كانوا يستخدمون هواتفهم الخلوية الشبكية باستناده إلى اقتران هذه الهواتف مكانيا بهواتفهم الخلوية الشخصية بتعبير آخر حاول أن يثبت أن اتصالات الهواتف الخلوية الشخصية والهواتف الخلوية الشبكية وتنقلاتها تشير إلى أن شخصا واحدا كان يستخدمها وقدم الادعاء كمية كبيرة من المستندات وأدلة الاتصالات بما فيها سجلات بيانات الاتصالات الخاصة بالاتصالات التي أجريت وأدلة المواقع الخلوية للأبراج الخلوية التي تم تشغيلها فحاول أن يثبت أولا أن المتهمين والسيد بدر الدين كانوا يستخدمون هواتفهم الخلوية الشخصية المزعومة وأن يثبت ثانيا أن هذه الهواتف كانت تقترن مكانيا بالهواتف الخلوية الشبكية وثالثا أن الهواتف الخلوية الشبكية استخدمت في عمليات مراقبة السيد الحريري واغتياله وحكم المتهمون الأربعة والسيد بدر الدين الذي كان المتهم الخامس في قرار الاتهام محاكمة غيابية بعد أن قررت غرفة الدرجة الأولى أنهم كانوا على علم بصدور قرار الاتهام وتواروا عن الأنظار أو أنه تعذر العثور عليهم واستمعت غرفة الدرجة الأولى إلى أدلة 269 شاهدا استدعاهم الادعاء وأدلى 119 منهم بشهادات مباشرة في قاعة المحكمة أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وتلقت أدلة 150 شاهدا من خلال إفاداتهم الخطية وبلغ العدد الإجمالي للشهود في المحاكمة 297 شاهدا وطلبت غرفة الدرجة الأولى اتخاذ تدابير لحماية هوية الكثير من الشهود بمن فيهم 46 شاهدا أدلوا بشهاداتهم في قاعة المحكمة وذلك بسبب شواغل تتعلق بسلامتهم الشخصية أو بسلامة عائلاتهم وتلقت الغرفة أيضا أدلة 20 شاهدا خبيرا استدعاهم الادعاء فضلا عن أدلة خبير واحد استدعته جهة الدفاع عن السيد عنيسي ليدلي بشهادته فيما يخص عملية تحديد الهوية وقبلت غرفة الدرجة الأولى في عداد الأدلة أكثر من 3000 بينة قدمها الادعاء والدفاع والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين ويتألف الحكم مما يزيد على 2600 صفحة ويتضمن أكثر من 13000 حاشية وقد أعددنا أيضا ملخصا هو نسخة موجزة أصلية وذات حجية من الحكم تتألف من 150 صفحة تقريبا فيها مقتطفات تتعلق بالاستنتاجات الرئيسية وتحيل حواشيها إلى نص الحكم ومستند النطق بالحكم هذا هو ملخص أقصر من الأول هدفه تزويد الجمهور بشرح للحكم الطويل والمعلل تعليلا كاملا أنتقل الآن إلى أدلة المواقع
المواقع الخلوية والاتصالات بشكل عام. ارتكزت قضية الادعاء على أدلة الاتصالات أو على أدلة الاتصالات. ولو لم تتوافر هذه الأدلة لما وجدت قضية ضد المتهمين الأربعة. وعلى مدى سنوات التحقيق نظر المحققون في سجلات الملايين من الاتصالات والرسائل النصية القصيرة لاكتشاف أدلة تظهر حصول اتصالات بين الهواتف الخلوية ويمكن أن تستخلص منها أنماط معينة. Used around the parliament. وفي بداية هذه العملية تم التدقيق في سجلات الهواتف الخلوية التي استخدمت في محيط مبنى مجلس النواب وفي منطقة مسرح الجريمة يوم وقوع الاعتداء على السيد الحريري. واكتشف الفريق الأول من المحققين التابع لسلطات التحقيق اللبنانية مجموعة من الهواتف الخلوية أجرى مستخدموها اتصالات فيما بينهم فقط. وتألفت هذه المجموعة التي سميت لاحقا الشبكة الحمراء من 8 هواتف خلوية وكان مستخدمو كل هذه الهواتف مشمولي الهوية واشتريت جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك في طرابلس بشمال لبنان في أواخر كانون الأول ديسمبر ومطلع كانون الثاني يناير 2005 وفصلت دقائق بين تشغيل كل بطاقة منها في 4 كانون الثاني يناير 2005 وقد شحنت أرصدة هذه الهواتف في طرابلس في الثاني من شباط فبراير وتم شراء 5 أجهزة هاتفية دفعة واحدة في طرابلس أيضا وذلك في أواخر كانون الأول ديسمبر 2004 وأجرى مستخدمو الهواتف الخلوية الرئيسية الستة التابعة لهذه الشبكة الحمراء اتصالاتهم الأخيرة قبل الاعتداء على السيد الحريري بدقائق ولم تستخدم هذه الهواتف يوما بعد ذلك وكانت هوية مستخدمي هذه المجموعة من الهواتف الخلوية مشهولة تماما ولم تجرى أي اتصالات بأشخاص من خارج المجموعة ولم يتم تبادل أي رسائل نصية قصيرة داخل المجموعة والأدلة الوحيدة التي كانت في حوزة المحققين فيما يخص استخدام هذه الهواتف هي أدلة تبين الأبراج الخلوية التي شغلتها وأوقات تشغيلها والأرقام التي اتصل بها ومن هنا حاولوا تحديد هوية مستخدميها وهوية المتصلين ثم دقق المحققون في هواتف خلوية أخرى كانت موجودة في القطاعات الخلوية ذاتها أو في الوقت ذاته تقريبا وكانوا يحاولون معرفة ما إذا كان تمت هواتف خلوية أخرى مقترنة مكانيا بالهواتف الخلوية التابعة للشبكة الحمراء وقاموا بما يسمى تفريغ ذاكرة الخلايا ويشمل ذلك التدقيق في سجلات كل حالات التشغيل المرتبطة بخلايا معينة وفرز البيانات لتحديد الهواتف التي كانت على اتصال بهواتف أخرى وبحثوا عن أنماط محددة ثم كرروا هذه العملية للهواتف الخلوية المستهدفة بالتحقيق في إطار خلايا أخرى شغلتها الهواتف الخلوية ما حاولوا معرفته هو ما إذا كان هناك ما يسمى باقتران مكاني بين الهواتف الخلوية ويعني الاقتران المكاني ببساطة أن مجموعة من الهواتف الخلوية تتحرك معا على نحو يشير إلى احتمال استخدام شخص واحد أكثر من هاتف خلوي واحد ومن الأمثلة الشائعة على ذلك تنقل شخص ما حاملا في جيبه أو حقيبته هاتفه الخلوي الذي يستخدمه في عمله وهاتفه الخلوي الشخصي وحين يكون الهاتفان معا يشغلان الأبراج الخلوية ذاتها ويمكن تحديد الهاتف الخلوي استنادا إلى الرقم الفريد لكل جهاز هاتفي ورقم بطاقة وحدة تعريف المشترك وفي كل هاتف خلوي وفي العادة يمكن توقع استخدام الهاتف الخلوي الخاص بالعمل في ساعات العمل بصورة رئيسية واستخدام الهاتف الخلوي الشخصي بوتيرة أعلى خارج ساعات العمل وفي مناطق مختلفة ولكن في كلتا الحالتين يترك معظم الأشخاص بصمة جغرافية محددة عند استخدام هواتفهم الخلوية وعادة يستخدم معظم الأشخاص هواتفهم الخلوية في المناطق نفسها وعلى سبيل المثال لا يستخدمونها ليلا عندما يكونون نائمين في منازلهم وقد تلقون رسائل نصية قصيرة حين لا يستخدمون هواتفهم الخلوية لأنهم نائمون مثلا ولكن الخلية التي تغطي مكان وجود الهاتف الخلوي عند تلقيه رسالة نصية قصيرة تسجل في سجلات بيانات الاتصالات ولذا يمكن عادة معرفة المكان الذي وجد فيه الهاتف الخلوي ليلا سوى إذا كان مقفلا ويشار في هذا الصدد إلى أن الاستخدام الأول للهاتف الخلوي في الصباح واستخدامه الأخير ليلا يقدمان دلائل على المكان الذي وجد فيه مستخدم الهاتف ليلا كذلك تكون لدى معظم الأشخاص شهادة اتصال محددة يتصلون بها ويوجهون إليها رسائل نصية قصيرة ورسائل صوتية وقد يقدم ذلك أيضا دلائل على هوية مستخدم الهاتف وحين يكون الهاتف في حوزة المحققين يستطيع هؤلاء بالطبع أن يتفحصوه بحثا عن دلائل أخرى ومنها ما يكون مدونا في الهاتف والصور الفوتوغرافية والرسائل المشفرة المحفوظة فيه وما إلى ذلك ولكن في
هذه القضية لم تتوفر للمحققين سوى بيانات تشغيل الأبراج الخلوية للانطلاق منها، ولكل برج خلوي مساحة يوجد فيها ما يسمى منطقة التغطية الخلوية الفضلة المتوقعة، وتكون مقسمة عادة إلى ثلاثة خلايا مثلثة الشكل على البرج الخلوي أو الصاري، ويعني ذلك ببساطة المكان الذي يتوقع أن يشغل فيه الهاتف الخلوي الخلية ألف بدلا من الخلية باء أو جيم، ويخصص لكل خلية اسم محدد، ولكن ذلك ليس علما دقيقا لأن مناطق التغطية الخلوية الفضلة المتوقعة تتداخل بعضها ببعض وبخاصة عند الأطراف، مما يعني أن الهاتف الخلوي يمكن أن يشغل أكثر من خلية واحدة، وهي حين تشهد الشبكة حالة ازدحام يمكن أن يحول الاتصال إلى الخلية المتوفرة التالية، أي إحدى الخلايا المحيطة بالخلية التي يوجد الهاتف الخلوي في إطارها. ولمعرفة ما إذا كان ثمة اقتران مكاني بين عدد من الهواتف الخلوية لا بد من الاستعانة بخبير في مجال المواقع الخلوية يفهم ماهية مناطق التغطية الخلوية ومبادئ انتشار الموجات اللاسلكية وكيف تعمل الشبكات الخلوية، ويدقق هؤلاء الخبراء في أنماط اتصال الهواتف الخلوية المستهدفة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان من المحتمل، وشدد هنا على كلمة محتمل، أن يكون لهاتفين خلويين مستخدم واحد، ولا حاجة في بعض الأحيان إلى خبرات محددة لمعرفة هذا الأمر، ومنها مثلا الحالات التي يشغل فيها هاتفان خلويان دائما الخليتين التي يشغل فيها هاتفان خلويان دائما الخليتين نفسهما في الوقت ذاته كل يوم، أو الحالات التي يشغل فيها هاتفان خلويان خليتين مختلفتين في اتصالين منفصلين، شرط أن يكون من الممكن اجتياز المسافة الفاصلة بين الخليتين في الفترة الفاصلة بين الاتصالين، وهذا ما يحصل على سبيل المثال حين توجد بعد بين خليتين مسافة كيلومترين ويجرى اتصال في نطاق كل خلية وتكون الفترة الفاصلة بين الاتصالين 15 دقيقة، ولكن هذه العملية قد تكون معقدة جدا لأن الهواتف الخلوية تشغل الأبراج الخلوية بفعل انتشار الموجات اللاسلكية، فهذه الموجات الصادرة عن الخلية والهاتف الخلوي ترتطم بالأبنية والتلال وغيرها من المعالم الجغرافية وترتد عنها، ويمكن أن تتخذ مسارات مختصرة عبر المياه بعيدا عن منطقة التغطية المتوقعة، وبذلك قد يصبح من الصعب تحديد مكان وجود الهاتف الخلوي، وتستخدم شركات الاتصالات الخلوية برمجيات توقع تبين التغطية الخلوية الفضلة المتوقعة لكل خلية على البرج الخلوي، وتستخدم شركات هذه البرمجيات لأغراض تجارية من أجل توفير أفضل التغطية ممكنة لزبائنها، وتستطيع الشركات تغيير منطقة التغطية بتعديل خصائص هواء البرج الخلوي مثل ضبط زاويته صعودا أو نزولا أو إنشاء محطة إعادة إرسال أو إنشاء برج خلوي جديد في ظروف استثنائية، وإضافة إلى ذلك فإن مناطق التغطية المتوقعة لا تتخذ شكل مثلثات شبه دائرية تماما، فبسبب المعالم الطبوغرافية ومنها المباني العالية يمكن أن يكون شكل مناطق التغطية هذه غير منتظم، أي أن أجزاء من التغطية المتوقعة للخلية ألف قد تكون وسط منطقة التغطية المتوقعة للخلية باء المجاورة لها، وعلى سبيل المثال يحتمل أن يشغل شخص يستخدم هاتفا خلويا في الجانب الشرقي من مبنى مؤلف من 6 طوابق خلية مختلفة عن تلك التي يشغلها شخص يستخدم هاتفه في الجانب الغربي من المبنى أو في الطابق الأرضي، وقد تكون الخلية التي يشغلها شخص ما حين يسير في الشارع مختلفة عن الخلية التي يشغله بهاتفه الخلوي حين يستخدمه في الحديقة الخلفية لمنزل يقع في الشارع نفسه. ولذا لابد من الاستناد إلى بعض الخبرات لتفسير تشغيل الخلايا في الاتصالات الخلوية، وما زاد الأمر صعوبة هو أن غرفة الدرجة الأولى تلقت أدلة على أن دقة ما قدمته شركة ألفا إذن على ما قدمته شركة ألفا اللبنانية من خرائط خاصة بالتغطية الخلوية الفضلة المتوقعة لعامي 2004 و2005 الفترة المشمولة بقرار الاتهام تقع نسبتها بين نحو 60 و70% فقط، وهذه النسبة كافية للأغراض التجارية للشركات، ولكنها لا تكفي لتحديد المكان الدقيق الذي يوجد فيه الهاتف الخلوي، مما يعني أن تشغيل الهاتف الخلوي خلية معينة لا يبين سوى المكان التقريبي الذي يوجد فيه الهاتف.
ولمعرفة هذا المكان التطبيبي يجب أن يكون الهاتف الخلوي قد شغل على أجرح الخلية التي توفر التغطية الخلوية الفضلى المتوقعة في المكان المحدد الذي يوجد فيه الهاتف. وفي هذه القضية كان ذلك الدليل الوحيد الذي في حوزة الادعاء بشأن المكان الذي وجدت فيه الهواتف الخلوية، أي الهواتف الخلوية الشخصية والهواتف الخلوية الشبكية التي زعم الادعاء أن المتهمين الأربعة وسيد بدر الدين كانوا يستخدمونها. فلم توجد بيانات صادرة عن النظام العالمي لتحديد المواقع لمعرفة الموقع الدقيق لهذه الهواتف، ولم توجد أدلة مباشرة تبين من كان يستخدم هاتفا خلويا والزمان والمكان، ولم تكن الهواتف الذكية متوفرة في لبنان في عامي 2004 و2005، وقد ارتكزت قضية الادعاء بأكملها على أدلة ظرفية باستثناء الحالات التي حدد فيها شهود مكان وجودهم في وقت معين، وأتاحت بيانات المواقع الخلوية الخاصة بالخلايا المشغلة بهواتفهم الخلوية تأكيد وجودهم في ذلك المكان. واكتسى هذا الأمر أهمية خاصة لتحديد أماكن وجود السيد الحريري عندما كان مراقبا، فمرافقوه الشخصيون كانوا يستخدمون هواتفهم الخلوية، إطلالاته كانت تحظى بتغطية إعلامية، وقد حفظت في مكتبه سجلات دونت فيها الأماكن التي قصدها وتواريخ تنقلاته وأسفاره، وأتاح ربط كل هذه المعلومات ببعضها تأكيد أماكن وجود السيد الحريري تأكيدا قاطعا. وما إذا كانت هواتف شبكية موجودة في الجوار في الوقت ذاته، وحين تأكد وجودها في الجوار تمكنت غرفة الدرجة الأولى بعد إذن من النظر، فيما إذا كان مستخدمو الهواتف الشبكية يراقبونه. ومن الأمثلة على ذلك زيارة السيد الحريري كنيسة معينة وبدء الهواتف الشبكية بتشغيل خلايا تغطي موقع الكنيسة، أو ذهابه إلى مكان لتناول الغداء وحصول الأمر ذاته، أو توجهه إلى الفيلا التي يملكها في فقرة بشمال بيروت في منطقة فريا على مسافة تقارب 50 كيلومترا من العاصمة. وتنبثق من ذلك أنماط محددة، واتساق هذه الأنماط هو ما يتيح التوصل إلى استنتاجات مفادها أن هذه الأمور لم تحصل من باب الصدفة. وتلقت غرفة الدرجة الأولى أدلة على مجمل هذه الوقائع، والغرض مما ذكر أعلاه هو توفير شرح مبسط لما جرى. ونحن شرحنا ذلك بالمزيد من التفصيل في الملخص الأكبر وفي الحكم. وسمعت الغرفة إلى الكثير من الأدلة بشأن ما إذا كانت بيانات المواقع الخلوية التي قدمها الادعاء تتسم بالموثوقية أم لا، وقد استنتجت أن درجة موثوقية هذه البيانات كانت كافية بغية استخدامها لتحديد أماكن وجود الهواتف الخلوية عموما، وكان للبيانات ما يكفي من الموثوقية لتحديد أنماط تنقل هواتف خلوية متعددة ومعرفة ما إذا كانت تتحرك في الاتجاه نفسه مثلا على نحو يشير إلى أن اقترانها المكاني ممكن، وكانت عينة البيانات كافية لتتيح التوصل إلى هذا الاستنتاج. وهذا يعني أنه كلما كثر عدد الاتصالات وطالت الفترة وكثرت التنقلات ازداد احتمال التوصل إلى الاستنتاج المذكور. ولا شك في أن البيانات كانت أضعف من أن تتسم بموثوقية تامة، ولكن من غير الضروري أن تكون موثوقيتها مطلقة لتحديد أنماط معينة، بيد أن أهمية عمل الموثوقية تزداد عندما يجب توافر الدقة اللازمة لتأكيد وجود شخص ما في مكان ما، مثلا إلى جانب هاتف عمومي أو مسجد معين أو شجرة معينة في وقت مهم محدد. ولكن حين يزعم أن شخصا استخدم هاتفا عموميا ما في وقت محدد ويكون الدليل الوحيد المتوافر في هذه الحالة هو تشغيل هاتفه الخلوي خلية مجاورة قرابة ذلك الوقت، تصبح عملية الإثبات أصعب بكثير. واستخدم كل من الادعاء والدفاع ما يسمى جداول تسلسل الاتصالات لتبيان ما حصل من حالات تشغيل، وهذه الجداول هي مقتطفات من سجلات بيانات الاتصالات الخاصة بشركات الاتصالات موضوعة في جداول، وبدون هذه الجداول تكون سجلات بيانات الاتصالات الأولية مجرد سلاسل من الأرقام يتعدى فهمها. ننتقل الآن إلى مسألة أساسية وهي معيار الإثبات. يجب أن يثبت الادعاء ذنب المتهمين على نحو لا يشوبه أي شك معقول، ويعد المتهمون أبرياء إلى حين صدور حكم إدانة. ونظرت غرفة الدرجة الأولى في كل جريمة وتهمة مسندة إلى كل متهم على حدة،
وبتت فيما يتعلق بكل منها ما إذا كانت الأدلة أثبتت على نحو لا يشوبه أي شك معقول جميع الوقائع التي لا غنى عنها لإصدار حكم إدانة. واقترع قضاة الغرفة بشأن كل تهمة واردة في قرار الاتهام على حدة، ومن أجل التوصل عند الضرورة إلى استنتاجات منفصلة بشأن ما إذا كان كل متهم مذنبا أم لا. وقد صدر الحكم في هذه القضية بالإجماع فيما يخص كل تهمة. وقيمت غرفة الدرجة الأولى كل دليل في سياق جميع الأدلة المتصلة به، ويكتسي اعتماد هذا النهج أهمية خاصة لدى تقييم أدلة الاتصالات التي قدمها الادعاء. وكانت الأدلة ضد المتهمين الأربعة تكاد تكون ظرفية بأكملها، ولا يمكن للغرفة سوى بعد مراجعتها مجمل وقائع القضية أن تتبين أنماطا يحتمل أن تنبثق وأن يستخلص منها أنها لافتة جدا للنظر بحيث لا يمكن أن تكون مجرد صدفة. وتوفر هذه الأنماط إذن أدلة لا يشوبها أي شك معقول على الوقائع التي لا غنى عنها لإصدار حكم إدانة. وتدرك غرفة الدرجة الأولى أيضا تمام الإدراك الصعوبات الكامنة في محاولة تقييم موثوقية الشهادات التي ننتقل الآن إلى الخلفية والسياق السياسية. استمعت غرفة الدرجة الأولى إلى أدلة كثيرة قدمها الادعاء وجهت الدفاع عن السيد عنيسي بشأن الخلفية السياسية والتاريخية للاعتداء. وقد أدلى السادة مروان حميدي ووليد جملاط وفؤاد السنيورة وجميل السيد وسياسيون ومسؤولون آخرون بشهادة تطرقوا فيها إلى الأحداث التي سبقت اغتيال السيد الحريري. ويجدر التشديد على أن لا دور لغرفة الدرجة الأولى بوصفها دائرة قضائية في كتابة أو تصحيح أي رواية للتاريخ تقدم بها شهود أو أي شخص آخر، فدورها يقتصر على بدء ما إذا كان المتهمون الأربعة مذنبين على نحو لا يشوبه أي شك معقول بأي من التهم المسندة إليه. غير أن الاعتداء على سيد الحريري لم يحدث بمعزل عن السياق السياسي أو التاريخي، ولا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تتجاهل أن خلفية الاعتداء ربما وفرت دافعا لتنفيذه. ومع ذلك فإن الدافع ليس عنصرا قانونيا من عناصر أي جريمة واردة في قرار الاتهام. ولا شك في أن اختيار رجل سياسي بارز بتفجير سيارة مفخخة بعد استقالته من منصب رئاسة الوزراء بفترة قصيرة وفي وقت كان يستعد فيه لخوض الانتخابات النيابية التالية كان عملا سياسيا. ولذلك فإن فهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح فهم سبب استهداف السيد الحريري بهذه الطريقة، ولكن فقط من حيث ارتباطها بما إذا كان المتهمون الذين تجري محاكمتهم مذنبين بأي من التهم المستند إليهم في قرار الاتهام. وأظهرت الأدلة أن سوريا كانت تهيمن إلى حد بعيد على الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية في لبنان بعد نهاية الحرب الأهلية المأساوية. وشمل المعارضون للوجود السوري في لبنان الحزب السياسي الدرزي التابع للسيد جنبلاط والمسيحيين وأعضاء تيار المستقبل التابع للسيد الحريري. وقد أعرب الحلفاء السياسيون للسيد الحريري جهارا عن تأييدهم للقرار 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 2004 ودعي فيه إلى نزع سلاح الميليشيات في لبنان وانسحاب القوات الأجنبية منه، وكان حزب الله إحدى هذه الميليشيات، أما الجنود فكانوا سوريين. وقام السوريون حتى بفرض مرشحين للانتخابات على السيد الحريري وعرف هؤلاء باسم الوديعة السورية، ولكن السيد الحريري رفض ذلك وعارضه. وأرادت الحكومة السورية أيضا رغم معارضة السيد الحريري أن تمدد ولاية الرئيس أمين لحود المحددة المدة، ولكن السبيل الوحيد للقيام بذلك كان تعديل الدستور في مجلس النواب اللبناني.
وفي آب أغسطس 2004 يشار إلى أن الرئيس السوري السيد بشار الأسد أمر السيد الحريري فعليا بتأييد التمديد لولاية الرئيس لحول، قائلا أن سوريا وحدها تختار رئيس لبنان. وفي الأشهر التي سبقت اغتيال السيد الحريري كان حلفاؤه يطالبون علنا بوضع حد للهيمنة السورية السياسية والعسكرية والاقتصادية على لبنان، وعقد أنصاره ثلاثة اجتماعات في فندق البريستول ببيروت ونادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان. وحصلت هذه الاجتماعات في أيلول سبتمبر وكانون الأول ديسمبر 2004، وقد عقد الاجتماع الأخير قبل اغتياله ب 12 يوما فقط، وتحديدا في الثاني من شباط فبراير. وعرفت هذه الاجتماعات باسم اجتماعات البريستول. وتمت محاولة اغتيال السيد مروان حمادي وهو أحد الحلفاء السياسيين للسيد الحريري وصديق له في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2004 عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من منزله، ونجا السيد حمادي من الانفجار ولكنه أصيب بجروح خطيرة، وقتل مرافقه الشخصي وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة أيضا. وأفاد شهود بأنه يمكن تفسير الاعتداء على السيد حمادي بأنه كان تحذيرا للسيد الحريري والسيد جنبلاط لعدم تجاوز حدودهما فيما يتعلق بالنظام السوري. واستقال السيد الحريري من منصب رئاسة الوزراء في 20 تشرين الأول أكتوبر 2004، وكان يعتزم الترشح لانتخابات أيار مايو 2005. وربما كان سيؤيد اقتراح تخفيف الهيمنة السورية على لبنان والانسحاب الفوري للقوات السورية من لبنان، بيد أن الحكومة السورية كانت تؤيد سن قانون انتخابي جديد يرمي إلى تقليل حظوظ انتخاب أعضاء من تكتل السيد الحريري نوابا، ومن ثم حظوظ تعيينه لولاية جديدة على رأس مجلس الوزراء. وكانت الحكومة السورية تصر أيضا برغم معارضة السيد الحريري على قبوله ما يسمى الوديعة السورية في لائحته الانتخابية. وفضلا عن ذلك كان السيد الحريري يلتقي بانتظام مسؤولين سوريين رفيعي المستوى يعملون في لبنان، وشمل هؤلاء السيد رستم غزالي الذي كان رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان. وكان السيد الحريري قبل وفاته بأكثر من 11 عاما وتحديدا من العام 1993 إلى عام 2005 يدفع نقدا الملايين من الدولارات الأمريكية في دفعات شهرية منتظمة للسيد غزالي، بما في ذلك دفعة مزدوجة يوم الأحد 13 من شباط فبراير 2005، أي قبل الاعتداء بيوم واحد. ونظر إلى هذه الدفعات المالية على أنها نوع من الابتزاز الضروري للحفاظ على العلاقة. وغرفة الدرجة الأولى مقتنعة أيضا بأنه كان للسيد غزالي سبب وجيه لطلب هذه الدفعة المزدوجة الأخيرة في ذلك الوقت المحدد. وكانت المعارضة المتزايدة للوجود السوري في لبنان تهدد المصالح السورية، وترى غرفة الدرجة الأولى أنه ربما كانت لسوريا وحزب الله دوافع لتصفية السيد الحريري والبعض من حلفائه السياسيين، ولكن ما من دليل على ضلوع قيادة حزب الله في اغتيال السيد الحريري، وما من دليل مباشر على ضلوع سوريا فيه. وتلقت غرفة الدرجة الأولى أيضا أدلة تظهر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد الحريري كان على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء، وأن السيد الحريري كان يؤيد نزع سلاح ميليشيا حزب الله فقط بعد التوصل إلى سلام مع إسرائيل. وللأسباب المبينة في فقرات لاحقة استنتجت غرفة الدرجة الأولى أن التاريخ الذي قرر فيه المتآمرون الشروع في تنفيذ الاعتداء لاغتيال السيد الحريري تزامن مع حدثين مهمين حصلا في مطلع شباط فبراير 2005. أولهما هو زيارة إلى منزله قام بها نائب وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم
And second, the next أما الحدث الثاني الذي حصل في اليوم التالي فهو اجتماع ثالث في فندق بريستول لمعارضي الوجود السوري. أنتقل أو أعطي الكلمة الآن للقاضية نوزورثي التي تقرأ الفقرة التالية. With the victims. تنتقل الغرفة الآن للحديث عن المتضررين. عانى المتضررون من الانفجار أثارا فظيعة ومأساوية كان لها وقع مدمر على حياتهم، وقدم المتضررون المشاركون أدلة مباشرة على المآسي التي عانوها بسبب الاعتداء. فتمة عائلات فقدت أزواجا وأباء وإخوة وأخوات ومعيلين وأطفالا وغيرهم من أفراد العائلة المقربين، وقد أصيب بعض من المتضررين إصابات يتعدى وصفها، ولم تلتئم الجراح بعد مرور 15 عاما ونصف العام على الاعتداء، ولا يزال البعض يعاني أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وأصيب الكثير من المتضررين بإعاقات دائمة. ولا شك في أن الإرهاب هو من أخطر الجرائم على الإطلاق وأفظعها، وأن الاعتداء كان خطيرا جدا، وتشمل خطورة الجريمة الآثار التي يعانيها المتضررون منها، ولا يمكن التعويض عن الأذى الذي لحق بالمتضررين. فالعودة إلى الوراء إلى فترة ما قبل وقوع الاعتداء أمر مستحيل نظرا إلى الأرواح التي زهقت ومأساة الأشخاص الذين تأذوا أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم، وسلط الضوء في الحكم على محل بالكثير من المتضررين. ولا يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تطلب منح تعويضات، ولكن بإمكانها تحديد المتضررين، ومن شأن ذلك مساعدتهم على المطالبة بتعويضات أمام محكمة وطنية أو هيئة مختصة أخرى. وغرفة الدرجة الأولى مقتنعة على نحو لا يشوبه أي شك معقول بأن المتضررين بصورة مباشرة والمتضررين بصورة غير مباشرة قد تأذوا جميعا. أما التفاوت في المعاملة التي تلقاها المتضررون المشاركون فيما يخص أقتبس التعويضات، أي التعويضات المالية لما تكبدوه من خسائر أو أضرار، فكان هائلا. فبعض المتضررين حصلوا على مساعدة مالية من هيئة حكومية وآخرون من عائلة السيد الحريري، ولكن العدد الأكبر منهم لم يتلقى أي تعويض على الإطلاق. وشعر المتضررون الذين قدموا أدلة في المحاكمة بظلم شديد، لأن البعض حصل على تعويضات في حين لم يحصل معظمهم على أي تعويض. ويجب أن يكون التعويض الذي يتلقاه المتضررون من جرائم خطيرة ملائما ومتناسبا مع جسامة ما عانوه من ضرر، وينبغي ألا يرتبط التعويض بظروف المتضررين أو معارفهم أو علاقاتهم الوظيفية أو خطط تأمينهم. وعموما توافق غرفة الدرجة الأولى على أن المتضررين من الجرائم ينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على نوع من التعويض القانوني. وتذكر غرفة الدرجة الأولى الحكومة اللبنانية بدعوة من الممثلين القانونيين للمتضررين بإعلان الأمم المتحدة لمبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وبضرورة توفير أقتبس تعويض نهاية الاقتباس عادل للمتضررين من الجرائم. وتذكر الغرفة الحكومة اللبنانية أيضا بأهمية توافر خطة تعويض مناسبة للمتضررين أو إنشاء صندوق استئماني طوعي لتعويض المتضررين في القضايا التي تندرج في اختصاص المحكمة. We now turn to the attack. سوف أنتقل الآن للتحدث عن الاعتداء. وسيتم التطرق الآن إلى الاعتداء بمزيد من التفاصيل. في صباح يوم الاثنين 14 من شباط فبراير 2005 غادر السيد الحريري قصر قريتم لحضور جلسة صباحية لمجلس النواب اللبناني. وقبيل الساعة 12 ظهرا غادر مبنى مجلس النواب وتوجه إلى مقهى بلاس دو ليتوال المقابل لمجلس النواب، حيث أمضى نحو 45 دقيقة. وقرابة الساعة 12:45 غادر المقهى وطلب من جهاز أمنه تهيئة الموكب من أجل العودة إلى قصر كوريتم لموعد غداء.
وعند نحو الساعة 12:49 استقل سيارته المصفحة برفقة النائب السيد باسل فليحان. وقرابة الساعة 12:55 فيما كان الموكب يمر بالقرب من شاحنة ميتسوبيشي كانتر في شارع ميناء الحصن خارج فندق سان جورج، فجر الانتحاري المواد المتفجرة. وكان السيد الحريري يقود سيارته بنفسه برفقة النائب السيد باسل فليحان الذي كان جالسا إلى جانبه، وكانت سيارته الثالثة في الموكب وخلفها سيارتان أخريان، وكانت سيارة إسعاف مخصصة للسيد الحريري تسير وراء الموكب الذي كانت تتقدمه مركبة تابعة لقوى الأمن الداخلي. ووقع الانفجار على بعد يناهز 40 أو 50 مترا خلف المركبة التي كانت تتقدم موكب السيد الحريري. وقال شهود في سياق كلام عن الانفجار إنهم سمعوا صوتين عميقين فصل الثانية بينهما مثل هدير هائل وموجة من الضغط الحار، وتكلموا أيضا عن انفجار هائل أو صوت طائرة تخرق جدار الصوت أو صاروخ من سلاح مدفعية كبيرة. وبصفوا الأمر بأنه كان أشبه بزلزال، وسمع الانفجار في جميع أنحاء المدينة على بعد وصل إلى 25 كيلومترا. وفي حين كان البعض يكاد لا يتذكر تلك المحنة بسبب الإصابات والصدمة ووصفوها بأنها أقتبس أشبه بالحلم نهاية الاقتباس، قدم كثيرون وصفا واضحا للانفجار وللفترة التي عقبته مباشرة. وألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمباني المجاورة ومنها مصرف HSBC. 70 to 80 firefighters arrived. ووصل إلى موقع الانفجار نحو 70 أو 80 عمال إطفاء لمحاولة إخماد النيران. ونجا السيد فليحان من الأثر الفوري للانفجار ونقل من المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت إلى فرنسا لتلقي العلاج، ولكنه توفي متأثرا بجروحه بعد شهرين. وفي شباط فبراير وأذار مارس 2005 أجرت المخابرات العسكرية في لبنان وقوى الأمن الداخلي اللبنانية تحقيقاتها وتحليلاتها بشأن الانفجار. وبناء على طلب من رئيس الوزراء اللبناني أرسل الأمين العام للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق إلى بيروت من أجل التحقيق في أسباب هذا الاغتيال والظروف المحيطة به وتبعاته، ولم يجرى التحقيق وفقا للمعايير الدولية، وكان سيء الإدارة والتنظيم. واتبع نهج فوضوي في التحقيق ضمن مسرح الجريمة، ولا سيما في الفترة التي عقبت الانفجار مباشرة. كذلك لم تتم حماية مسرح الجريمة على النحو الملائم. وفي مساء وقوع الانفجار أزالت قوى الأمن الداخلي من مسرح الجريمة أدلة مهمة جدا هي سيارات موكب السيد الحريري، ودخلت شاحنتان ومركبات أشغال ثقيلة أخرى مسرح الجريمة لنقل سيارات الموكب، وتم العبث بمسرح الجريمة. وما جرى غير ضروري أيضا لأنه لم تكن ثمة حاجة ماسة للقيام به، ويتعذر على غرفة الدرجة الأولى فهم السبب وراء ما حصل. ولم يتم تنسيق التحقيق الأولي بالطريقة المناسبة. فبرأي غرفة الدرجة الأولى إجراءات البحث عن الأشخاص المفقودين في الأيام التي أعقبت الانفجار لم تكن منسقة، ولم يعثر على جثة أحد القتلى سوى بعد محاولات متكررة أجراها أفراد من عائلته للبحث عنه بأنفسهم في مسرح الجريمة، وأحضروا في أحدى المرات عددا من كلاب البحث إلى موقع الانفجار على نفقتهم الخاصة، وعثر على جثة هذا الشخص
بعد مرور نحو 17 يوما، وعثر على جثة قتيل آخر في اليوم التالي للانفجار، ويرجح أن يكون قد بقي على قيد الحياة لمدة 12 ساعة بعد الاعتداء، وكان من المحتمل أن ينجو لو تلقى العلاج الطبي في الوقت المناسب. وفي السنة التي تلت الانفجار حضرت أفرقة دولية مختصة بالأدلة الجنائية من سويسرا وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا لمساعدة المحققين الدوليين التابعين لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة. وهذه اللجنة إذن هي لجنة أنشئت بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في نيسان أبريل 2005، وقد ساعدت هذه اللجنة سلطات التحقيق اللبنانية حتى شهر شباط فبراير 2009. ولكن غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن الضباط والخبراء اللبنانيين but assisted by multiple international forensic teams وبمساعدة أفرقة دولية متعددة مختصة بالأدلة الجنائية قد أجروا بعض التحقيقات الدقيقة والناجحة في جوانب مختلفة من الانفجار وذلك في ظروف عسيرة وشمل ذلك تحقيقات including Lebanese volunteers متعلقة ب أو عفوا تحقيقات شارك فيها متطوعون لبنانيون وأفرقة غطس دولية وخبراء في تحديد قطع السيارات وتعلقت بالمتفجرات والمقذوفات والأدلة الجنائية في مسرح الجريمة وبعلوم الأدلة الجنائية وتحديد هوية الضحايا. وأدت التحقيقات المختلفة إلى جمع أدلة أساسية من مسرح الجريمة مثل قطع السيارات وبعض الأشلاء البشرية. ولم يكن لأوجه القصور الفادحة في التحقيق الأولي أي تأثير جوهري في الأدلة التي تقوم عليها مسائل تستلزم إجراء غرفة الدرجة الأولى مداولات بشأن ما إذا كان المتهمون مذنبين. ولكن لا بد من استخلاص عبر مهمة مما حدث. أنتقل الآن إلى الانفجار. احتوى الاعتداء على تفجير مواد شديدة الانفجار وتتجلى طبيعة الانفجار فيما لحق بفندقي سان جورج وبيبلوس من دمار وأضرار، منها مثلا التواء عمود وسقف في فندق سان جورج، ويشار إلى أن جزءا يبلغ 3.5 متر من الجدار الأمامي لفندق بيبلوس الذي يساوي سمكه 20 سنتيمترا دفع إلى الخلف بواقع 60 سنتيمترا من جراء الانفجار. وما يؤكد أيضا استخدام مواد شديدة الانفجار في الاعتداء هو القطع المعدنية المشوهة الشكل كليا التي عثر عليها في موقع الانفجار وأثر الحرارة والضغط التي ظهرت على عدد منها، وقد كان الانفجار هائلا لا شك. وكانت كمية المتفجرات المستخدمة في الاعتداء تقع بين 2500 و 3000 كيلوغرام من مكافئ مادة TNT، وتعرف مادة التفجير المستعملة باسم RDX وهي من مكونات Semtex. وذكر بعض الشهود أن مادة RDX شديدة الانفجار إلى حد أنها تصلح للأغراض العسكرية في أكثر الحالات، وقد تم تفجيرها على علو يقع بين نحو 50 و80 سنتيمترا فوق سطح الأرض، وكانت العبوات الناسفة مستطيلة الشكل، وخلف الانفجار حفرة مخروطية الشكل ناهز قطرها 11.4 مترا وعمقها 1.9 متر، وذلك بهامش خطأ بلغ عدة نقاط مئوية. وتفيد أدلة الخبراء